أشقائي أينما ما كنتم، أهلا بكم في ميكرو سبور. سؤالنا ديال اليوم هو شكون هو الفريق اللي يمكن لك تشجعه من مورا الفرقة ديالك؟ بقاو معنا باش تشوفوا الأجوبة. أنا خشي مكتوب لي حتى شي فرقة نقدر نشجعها من غير الراجا، هي اللي كاينة في المغرب الصراحة. ديالي أنا هي الفريق الوداد البيضاوي، فريق كبير غني عن كل تعريف. والفرقة الثانية ديالنا هي المغرب الفاسي. و المغرب الفاسي عندها مدرسة، فريق تاهو فريق قديم تاهو كبير. بحكمي كنبغي فريق رجاء البيضاوي بزاف وكنتامي ليه، فبطبيعة الحال كنا فريق مولي في وجدة حيت بلادي وتربيت تما في وجدة. رجاوي وكنشجع اليوسفية ديال بورسيد. حيت حريزي ولاد حريز العمر دار. نرجع للفريق مولودية وهران ونعمل في فريق مولودية وهران. الفريق اللي نشجعوا في المغرب هو فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي باسكو عنده امكانيات وعنده فريق قوي وعنده امتيازات خاصه وعنده مشجعين ديالو زعما في المستوى. انا رجاء ما نقدرش نشجع حتى شي فريق اخر. الحقيقه الانتماء كيبقى للوداد. لا ما شجعت الرجاء، واخا انا يعني شجعت الرجاء في كوب دي موند، شجعت الرجاء واخا كنت ودادي صراحه وشجعت الرجاء، ولكن الانتماء اللي كاين هو الوداد البيضاوي وديما وداد. نقول لك يعني ما نقدرش نشجع انا شي فريق من غير فريق الرجاء البيضاوي الرجاء العالمي، حيت الرجاء العالمي عندي كيمشي في العروق ديالي. اذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا فالاجوبه كانت مختلفه من مواطن لاخر، فالبعض قال لانه يقدر يشجع فريق المغرب الفاسي وايضا مولوديه وجده، والبعض الاخر قال انه ما يقدر يشجع حتى شي فريق من غير الفريق ديالو. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده مع سؤال جديد. الى اللقاء.